رؤساء كبار، جمهور كبير، عائلة ودادية تأسست من 37 2023. الحمد لله القافلة ما زال مستمرة. عندنا واحد الميزة الحمد لله، أن عندنا 8 ماي 1937. كيعتبروا هذا النهار راه مثالي، نهار تأسيس ديال الوداد، ونهار كبير عندنا كاع جميع جميع الوداديين. عيد الأمة، عيد 86 سنة، 86 من المجد والعطاء. فريق المقاومة، فريق أهل الله، فريق النضال. هذا بالنسبة لنا احنا يوم ميلاد نادي الوداد عظيم، نادي الوداد الرياضي اللي تأسس سنة 1937 بعد معاناة كثيرة مع المستعمر الفرنسي باش ياخذوا الواصل وباش يأسسوا الفريق. لقوا معاناة كثيرة، رجال اللي كانوا مخلصين للوطن ديالهم، مرحلة ديال المقاومة، مرحلة ديال الجهاد الأكبر مع المستعمر آنذاك، وخذوا من الرياضة كوسيلة باش أنهم يوعيوا الناس القضية الوطنية. تأسست نادي الوداد سنة 1937، من تلك الفترة 1937 إلى 2023 نادي عظيم بكل المقاييس، لاعبين كبار، رؤساء كبار، جمهور كبير، عائلة ودادية تأسست من 37 2023. الحمد لله القافلة ما زال مستمرة، 40 لقب الوداد في السنوات الأخيرة، دائما القمة أصبح يقعد لها ألف حساب. نادي الوداد الرياضي في القارة الإفريقية، أي فريق في إفريقيا ما كيبغيش يلعب مع نادي الوداد الرياضي. فريق الوداد أعطى الشيء الكثير للكرة المغربية، أعطى موسيين كبار، أعطى لاعبين كبار، لاعبين اللي فازوا بالكرة الذهبية، أعطى مدربين كبار، لاعبين اللي شرفوا المغرب، يعني لعبوا في خارج المغرب. نتكلموا على لا تريبلات، نتكلموا على النايب، نتكلموا على الزاكي، نتكلموا على فرتوت، نتكلموا على الدودي، لائحة طويلة ديال اللاعبين. وداد البيضاوي هو وداد يعتبر مرجعية في كرة القدم المغربية. الوداد الحمد لله يعيش أزهى فتراته في السنوات الأخيرة. نحن جد سعداء، نفتخر بهذا الفريق، نفتخر بالانتماء. ما يزيدنا فرحة هو أن ميلاد الوداد هو ميلاد أمير المدرب الحسن، وهذا كيقول لنا على أن الوداد عنده ارتباط بالعرش، بالملك، من المرحوم محمد الخامس، الحسن الثاني، محمد السادس الله يشافيه ويعافيه، إلى الأمير المدرب الحسن. هذه هي الوداد، وداد الألقاب، وداد النتائج، وداد الشعب. نفتخر بهذا انتمائنا لهذا النادي. هذا النهار كل كما كيعرفوا جميع المغاربه كيعرفوا هذا النهار، هذا بان عيد الامه، عيد 86 سنه، 86 من المجد والعطاء. كما كيعرف هذا الفريق هذا ما تخلقش عشان الالقاب، تخلق من اجل تحرير البلاد، فريق المقاومه، فريق كبير، كلشي كيعرف هذا الشيء. وبهذه المناسبه هذه كنتمنى الفريق الوداد البيضاوي مسيره في الشامبيونز ليغ اللي غنلعبوا، كنتمنى لهم ان شاء الله يواصلوا بنفس النهج اللي مشاو عليه، وتكون واحد القتاليه باش يفرحوا هذه الامه الوداديه ليوم العيد الميلاد ديالها 86 سنه. ولما لا تكون ان شاء الله الشامبيونز ليغ الرابعه في هذا الموسم هذا والثاني على التوالي، وتحقيق لقب البطوله وكاس العرش، تكون واحد الثلاثيه تاريخيه او رباعيه الى دينا الشامبيونز ليغ لعبوا السوبيكوب. نهار كبير هذا في التاريخ ديال الرياضه المغربيه، لان عندنا واحد الميزه الحمد لله، ان عندنا 8 ماي 1937، وعندنا اننا الوحيدين، الميزه الثانيه الوحيدين اللي عندنا القاب قبل الاستقلال، وعندنا القاب بعد الاستقلال. وهذا الشيء ما يخليك الا تفتخر وتعتز، اي معتز بهذا النادي هذا وبالصرح العظيم. افتخروا بالنادي ديالكم، وننصحكم ديما قد ما لقيتوا تكونوا لابسين التونيات والبرودويات اللي كيمثلوا الفريق ديالكم، لبسوهم، سواء رابحين سواء خاسرين سواء متعادلين. راه هذا النادي هذا راه كون عرفتوا الناس اللي وقفوا عليه، وراه كاين
الكتب ديال التاريخ راه موجوده، ترجعوا تلقاو فيها بالدليل وبالبرهان هذا الصرح كيفاش تتبنى وكيفاش توصل لهذا المجد لهذا السمعه اللي ولات عنده في العالم كامل الحمد لله والشكر لله. المهم هذا النهار راك عارف كاع الوداديين كيعتبروا هذا النهار راه مثالي، نهار تاسيس ديال الوداد ونهار كبير عندنا كاع جميع الوداديين، جميع الوداديين اخص الوداديين المغرب كله، وبهذا المناوض هذا النهار تزامن مع الظرفيه ديال الوداد ان شاء الله كنعيش واحد متعه كبيره. بقى لنا واحد 3 ايام 4 ايام على ان شاء الله ديال عصبه الابطال. المهم جا في الوقت ديال ان شاء الله غنحط رقم ارقام قياسيه ان شاء الله بهذه العصبه ان شاء الله غنديوها. كان واحد قديمه كان واحدك وراه انا راه نحتاج شحال هذه قلنا الوداد وان شاء الله الاهلي غيكونوا في الفينال، وراه ما راه قلتي كل شيء اللي قلتي حاجه راه هذا النهار كنعتبر بها انا قسما بالله بحالي زي فيه قسما بالله. وراه قبل ما نبقى نهضر بزاف راه هذا النهار كبير كبير كبير. لا كل شيء حاضر اليوم ان شاء الله، اللي حاضر حاضر بالقلب ديالو، حاضر بالقلب ديالو كل شيء. احنا فهمتي خلينا كل شيء، وراك عارف هذه المناسبه راه كنجيو هنا ديما كنجيو هنا، الا ما جيناش هنا بحالي فقلت شيء راه ما ضروري. هذا النهار كبير، هذا عيد ميلاد اغلى فريق في العالم واحسن فريق في الدنيا بالنسبه لنا حنايا ونادي الوداد الرياضي، فريق المقاومه، فريق اهل الله، فريق النضال. هذا الفريق هذا فريق المقاومه، هذا النهار هذا ديما كنحتفلوا به كل سنه 8 ماي. حنا متورخين وعندنا تاريخ وعندنا اصل، حنا ما كنهضروا على حتى شي واحد، ما كندقوا على شي واحد، كنهضروا على راسنا حنايا. فريق الوداد، فريق المقاومه، فريق الاصل. هذا البيت هذا اللي هذا البيت هذا اللي تشوفوه، هذا التاريخ ديال الوداد هو هذا. حنا لا تشوف هذا كيتسمى هي الدار اللي تاسست فيها الوداد، هي هذه بالنسبه لنا حنا. هذا يوم تاريخي بالنسبه لي انا، كنرجع لهذه المعلمه، هذه المعلمه التاريخيه، هذه المعلمه اللي بات فيها الوالده الله يخليها ليا، وباتوا فيها اكبر المسيئين ديال الوداد البيضاوي. هذا من هذا المنزل هذا تبنات الوداد، تاسست الوداد. من هذا المنزل هذا ضحاوا الناس على قبل الوداد باش تاسس، باش تخرج الوجود ديالها الوقيته اللي كانت الحمايه الفرنسيه. هذا يوم فرح، هذا يوم تاريخي. 86 عام اعطتنا اجيال من لاعبين، من مسيئين، من جمهور اللي ضحى من وقته، سواء مسيئين سواء لاعبين. بهذه المناسبه كنتمنى، عندي رجاء وعندي طلب رئيس الوداد البيضاوي، وهو الاهتمام باللاعبين القدماء، اللاعبين اللي عطاو الشيء الكثير للوداد البيضاوي. كنتمنى باش يهتم بهم ويشوف المصالح ديالهم، يشوف الناس اللي ساكنه مزيان واللي ماشي ساكنه، ويوفى لهم الظروف. خصنا نحتفلوا باللاعبين القدامى، وخصهم يدخلوا للملعب معززين مشرفين، باش نعطيو العبره اللاعبين الجدد ديال الوداد البيضاوي. يوم تاريخي، يوم احتفال، يوم فرحانين فيه جميع الامه الوداديه فرحانه من طنجه للقويره. ليله جميله هذه، ليله جميله، تلاقينا مع الخوت والحباب ولعاب القدام والخوت والعبقريين، الناس العباقره ديال الوداد الرياضي. نهار جميل 8 ماي عيد الامه، وبالمناسبه تنهنيو صاحب الجلاله في عيد الميلاد ديال المولاي الحسن. هو 8 ماي وفق الله يطولنا بعمره وما يشافي ويعافيه. وهذه المناسبه السعيده في دار مؤسس نادي الوداد الرياضي، للتاريخ تحكم على التاريخ، التاريخ تحكم عندنا تاريخ بدون نفاق، ما مزور ما والو، تاريخ وداد الامه، وداد العالم، وداد الشعب، وداد كل شيء. والحمد لله هذا كله فضل من جلو الله يرحمه ويوسع عليه، والرؤساء اللي دازوا واحد بواحد وكل شيء تيدوز بخير وعلى خير. اولا وقبل كل شيء عندنا فيها جوج اعياد ميلاديه، العيد الميلاد الاول وهو ديال صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن رعاه الله واطال الله في عمره، والعيد الميلاد الثاني الا هو نادي تاسيس نادي الوداد الرياضي اللي تاسس في 1937 8 ماي وفي الساعه 18 دقيقه و37. اذا في هذه المناسبه نقدم التهاني ديالنا
جميع الولاديين داخل المغرب وخارج المغرب على تأسيس نادي الوداد الرياضي، وشكرا للجميع. تم التهاني الخالصة لجميع الفعاليات تاع الوداد على رأسهم السيد رئيس سعيد الناصري وجميع الرؤساء السابقين وكذا المسيرين اللي دازوا في هذا النادي والجماهير الودادية من جمعيات وأنصار وخاصة الفصيل الغالي ديالنا الوينرز اللي تنعتبرهم أبناء ديالي، تحية خالصة لهم وتنترحموا على جميع الوداديين المغاربة ونترحموا على كل واحد فقدناه، وتحية خالصة ومحبة خالصة لسيدنا نصره الله، وعيد ميلاد مبارك سعيد السيد سميت سيدي مولاي الحسن، أطال الله عمره وحفظه الله وحفظ الله الأسرة الملكية، وديما ديما وداد، ونحن الوداد العائلة ودائما الفوز والألقاب وانتصارات، وتحية خاصة للجميع.